كمل قبل ما هنخش في الكوره والفايتس امشي وسالني هو اللون ليكر ويت هيبر ده هل دي تيست بقدر اعمله عشان تمونيتور الدوز؟ هو المفروض دي ان انا بقيس فاكتور 10 ايه بس هل انا مضطر اعمله في كل العيانين؟ لا مش مضطر اعمله في كل العيانين هنعمله بس في سيلكتد بيشنت يعني في عيانين كده اللي عنده حاجه ثقيله عنده حاجه اوفر ويت قوي ممكن ان انا تو مونيتور اللو مولكيولار ويت هيبرين بال اللي هو فاكتور 10 ايه لكن مش بالبي تي تي ده اللي هو ممكن اعمله مونيتور. تعال نبص بقى للاورال وهنبدا بالكلاسيك اورال اللي هو الوارفرين. احنا اتفقنا الوارفرين هو الوارفرين بيشتغل ازاي؟ انا عندي اللي هو يعني فاكتور اللي هو 2 و7 و9 و10 دول علشان يبقوا خد بالكم من الترم اللي هقوله عشان ما تتلخبطوش انا مش هقول عشان يبقوا اكتف فاكتور انا هقول علشان يبقوا افكتف فاكتور في فرق كبير بين الاثنين اكتف يعني ايه يعني بيجلط يعني خلاص بيجلط اكتف اللي هو بقى هيعمل جلطه افكتف يعني ايه هو انكتف بس ساعة ما تحتاجه هت ايه؟ هتلاقيه شغال معاك. فهو علشان يكون لي افكتيف فاكتور ده بيبقى على حساب الفيتامين كي. الفيتامين كي اللي هو ريديوسد فورم وبيتحول الى الايبوكسايد فورم. ارجع انا بقى بعد كده احول الايبوكسايد الى ريديوسد فورم بحاجه اسمه انزيم اسمه فيتامين كي. ايبوكسايد ريدكتيف بيجي الهيبرين بقى يعمل ايه؟ يوقف لي الانزيم ده. ده معناه ايه؟ معناه ان الكلوتينج فاكتور اللي هتخرج من الليفر للبلد هتبقى افكتيف ولا نوت افكتيف؟ نوت افكتيف مش شغاله. هي خرجت البلد بس مش شغاله زي قلتها. ساعة ما هحتاجها مش هلاقيها تشتغل معايا. ده بيفصل لي بقى حاجة مهمة في الورفرين. أنا هبدأ العيان ده هبدأ له ورفرين دلوقتي حالا. حالا. هو أوريدي عنده في دمه اللي هما الفاكتور دي ماشية في البلاد. والفاكتور دي افكتيف. والفاكتور دي هتشتغل، وانسى إن أنا عايزها تشتغل هتشتغل. انا همنع اللي جاي جديد يبقى افكتيف عشان كده لما يجي تدي وارفرين ما تتوقعش انه هيشتغل من اول جرعه ليه بقى لازم الاول دول يحصل فيهم ايه ان هم الافكتيف فاكتور اللي موجودين عند العيان دول ليهم تي هاف دول الجسم لما بيستعملوش بيكسرهم ويصنع غيرهم فدول ليهم تي هاف اكبرهم ممكن ياخد له حوالي 48 ساعه مثلا 24 36 ساعه فيبدا انت تدي وارفرين دلوقتي اللي هيتصنع جديد هيخرج نوت افكتيف لكن محتاج وقت عبال ما اللي موجود في الدم يخلص اللي هو الافكتيف فاكتور يخلص وبالتالي اول حاجه في الوارفرين هو دي رابيد اونست ولا ديليت اونست ديلي ياخد حوالي من يومين لثلاث ايام عبال ما يبدا شغله ليه هو مستني اليومين ثلاثه دول لما يحصل ديبليشن لل اوريدي افكتيف فورمينج فاكتور اللي في البلد عشان كده ده بياخد وقت في الاونست بتاعه ده لما نيجي نديه هندي ازاي؟ لحد النهارده مفيش وارفرين اي في بسبب بسيط جدا ان الاورال بايو افيلابيلتي بتاعت الوارفرين 100% مفيش اي مشكله خالص هو هايلي باوند لو تفتكروا هايلي باوند تو بلازما بروتين هو هايلي لايك
سيلكت يقدر يعدي، ده بيتكسر في الليفر ويعدي البلاسينتا، وعلشان كده ممنوع يتاخد في البريجنسي. كنا من فتره كده من سنتين شويه قلنا والله لو الست هتاخد جرعه قليله من الوارفرين اقل من 3 ل 5 ملي جرام ممكن نديها وارفرين وهي حامل. من سنتين ممنوع واحده حامل تاخد وارفرين، ممنوع خلاص. ما ينفعش تدي واحده حامل وعايز تديها انتي كواجلانت ما تديهاش وارفرين خالص. دي الكاينتيك بتاعك. طب وانت بتدي الوارفرين ده احنا بنعمل كنترول للدوز. ايه هنا الدوز اللي بعمل الكنترول تيست اللي بعمله؟ هتسمع حاجه من الاثنين، والاثنين هم حاجه واحده على فكره ما فيهمش فرق، اللي هو البي تي او حاجه اسمها اي ان ار International Normalized Ratio. البي تي هو اختصار بروثرومبين تايم. البروثرومبين تايم ده تيست، تاخد عينه من دم العيان وتبعتها للمعمل تقول له من فضلك شوف لي البروثرومبين تايم قد ايه. في واحد طبيعي بيبقى 12 ثانيه. لما بتدي وارفرين ها ببقى عايز ايه؟ عايز يبقى في سيوله في الدم، فعايز ده يبقى الوقت ايه؟ اطول من 12. هنا بقى هنتكلم بعدين عليها، ممكن اخليه بقى الدبل او التريبل على حسب الانديكيشن بتاعه. فانا بخليه بقى ايه 24، بخليه 36، حسب ما انا عايز، انا اللي بحدد. ده بيفيدني في ايه؟ ها؟ نفس الكلام، بيفيدني في ايه؟ انت بتظبط الجرعه بتاعه الوارفرين. ونصيحه، لو هتكتب وارفرين لعيان لازم تاكد عليه انه يعمل التست دي بانتظام رهيب. الوارفرين يا جماعه من الادويه اللي لو انت بس عارف انت ليه، لو فكره لو دورت وشك عنه كده تلاقي العيان بتاعك جاي لك ببقع دم. وارفرين من الادويه يعني لو انت هتكتبها لازم تاخد بالك كويس قوي قوي قوي. لو العيان بتاعك نون كومبلاينت انه يعمل البي تي ما تكتبش وارفرين، لانه بمنتهى السهوله ممكن يخش منك في توكسيستي، ولو دخل في توكسيستي ساعات بتبقى ان كنترول ما تعرفش تسيطر عليه. امال ايه الاي ان ار؟ الاي ان ار هو البي تي بس نتيجه اختلاف معامل بقى. فيقول لك ايه؟ انت تعمل تشوف البي تي بتاع العيان اللي انت مديله وارفرين على البي تي النورمال. طب يا عم هو والله هو ولا في اي فرق. تعالى نحسبها مع بعض. هو النورمال كام؟ 12 ثانيه. انت عايز العيان ده يبقى بياخد وارفرين يبقى البي تي بتاعته كام؟ هفترض 24 ثانيه. يبقى هنا الاي ان ار هيبقى كام؟ 2. فانت هيجي لك المعمل يقول لك ايه؟ لو انت باعت طالب بي تي هيجي لك بالسكند. لو انت باعت طالب اي ان ار هيجي لك رقم يقول لك 2. 2 دي معناها ايه؟ ده معناها ان البي تي بتاع العيان اللي بياخد وارفرين ها دبل الطبيعي. لو كانت 3 ها يبقى ده تريبل الطبيعي. هي هي. فانت لو هتقيس بي تي هيجي لك بسكند، لو هتقيس اي ان ار هيجي لك رقم، والرقم ده احنا بنترجمه بال زي ما قلت لكم كده البيشنت اللي واخد وارفرين على النورمال ويطلع الرقم بتاع الاي ان ار. خد بالك بقى ان طبعا الوارفرين نيفر انه يشتغل ان فيترو صح؟ يعني لو خدت عينة دم وحطيت عليها وارفرين يمنع تجلطه؟ ليه؟ اشتغل على ليفر ملوش دعوة خالص بال. لكن لو خدت عينة دم عادية حطيت عليها هيبرين ها؟ يشتغل؟ اه يشتغل، لكن الوارفرين ما بيشتغلش طبعا ان فيترو. هتدي الدوز بتاعت الوارفرين ازاي؟ وهنا برضه هقف معاكم وهقول لكم. كان زمان ولحد دلوقتي يعني في لسه في ناس بتتبع المدرسه
الكلاسيك ان هو يبدا بحاجه اسمها لودنج دوز من الورق، لودنج بيدي دوز كبيره شويه، وبعدين يو ادجست مين بقى، ها ايه ادجست الاي ان ار، ويبدا يدي مينتنس دوز. دي كانت مدرسه موجوده لحد دلوقتي، ولكن ما بقتش مفضله قوي. ليه؟ بنخاف من الورق. بقى دلوقتي على طول ناس كتيرة قوي بتفضل المدرسة دي. يعني انا في الهيبرن قلت لكم انا بحب المدرسة التراديشنال، لكن في الورفرن لا، انا هفضل المدرسة الجديدة اللي هي ابدأ بالدوز العادية، مش لازم تدي لودنج دوز. ساعات بيبقى فيها خطورة، عم بتاعنا ما اعرفش الريسبونس بتاعه ايه فاخاف، فحبدأ وغير الان امن ايه، انا بدي دوز صغيرة وبقيس مين، بقيس الاي ان ار وبظبط الجرعه بتاعتي. بس طبعا اوعى تدي وارفرين عشان اكيوت افكت، احنا اتفقنا الوارفرين ايه؟ ها؟ بيشتغل بعد 3-4 ايام يبدا يشتغل. ايه عيوبه؟ اول عيب فيه برضه ايه؟ ده وسيوله. ها؟ اول عيب فيه ان هو يعمل هيموريدج. طب لو حصل منه هيموريدج تسمم هتشخصه ازاي؟ ايوه مين اللي قال اي ان ار؟ اي ان ار تقال اي ان ار كام؟ اربعة اربعة خمسة. على فكرة ممكن من غير ما تاخد بالك تلاقي الاي ان ار عيان جاي لك باي ان ار سبعة وثمانية، والعيان مليان بقع دم. بكرر تاني، لو حد تعرفه بياخد وارفرين لازم تبقى متاكد ان هو كومبلاينت وبيعمل الاي ان ار بانتظام. الوارفرين ما بيهزرش، بقولها تاني علشان تبقوا اوير بالوارفرين. كل قد ايه؟ بص هو الافرج ممكن كل اسبوع افرج، يعني انت وشطارتك بس. اول حاجه لما لو حصل بقى والاي ان ار عالي وعايز اعالجه اعمل ايه؟ ادي ايه؟ هوقف ماشي اوكي. ادي ايه؟ ايه الانتي دوت بقى؟ لازم فيتامين كي ولا ادي فريش بلازما؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ بالظبط قبل ما يشتغل فرق نونسنس. انت الحاله عندك شكلها ايه؟ الحاله عندك عنيفه قوي وفي نزيف خطر على حياه العيان، ما تفكرش في الفيتامين كي. تدي ايه؟ تدي فريش فروزن بلازما او فريش بلاد، بس لازم يبقى في كلمه ايه؟ ها؟ فريش. ليه فريش؟ عشان فيه كلوت الفاكت، فهو لازم يبقى فريش. حط كلمه فريش وحط اي حاجه بعديها، حط فريش بلاد ماشي، حط فريش فروزن ماشي، لكن لازم يبقى فريش. فريش يعني مليان كلوت الفاكت. ودي فيتامين كي يعني مفيش مشكله، بس خد بالك فيتامين كي مش هيشتغل لك على طول. الفيتامين كي هياخد وقت شويه، فانت لو ارجنت لا ممكن تدي اللي هو الفريش فروزن بلازما. الوارفرين تديه في واحده حامل، اتفقنا بقى ايه؟ خلاص لا ممنوع واحده حامل تاخد وارفرين. باي دوز؟ باي دوز، ريح دماغك ما تديهاش وارفرين خالص، لان هو تلاتوجينيك وبيعدي، وحتى لو اتاخد فتره اللي هي الولاده ممكن يعمل لها نزيف، فيعني من جميع الجهات ما بتديش الوارفرين في واحده حامل. ساعات فيري رير مش كومن قوي بنشوف عيان بياخد وارفرين ويحصل له زي كده ثرومبوز الصغيره على الجلد. هي دي جايه منين؟ هفكركم حاجه انتوا قلتها لي في الاول اسمه بروتين سي. البروتين سي ده ناتشرال انتيكواجنت، والبروتين سي ده ايه؟ فيتامين كي ديبندنت فاكتور، يعني محتاج في تصنيعه برضه مين؟ فيتامين كي. انت ساعات بقى بتعمل ايه؟ ساعات تيجي تدي عيان وارفرين لو هو البروتين سي بتاعه طبيعي
100% طبيعي مش هيحصل حاجه. لكن في بعض الناس بيبقى البروتين سي بتاعه ايه؟ ها؟ قليل. هو موجود قليل. يعني بحاجه مثلا من الطبيعي مثلا 60% مش عارف 70%، بس هو مش طبيعي. وهو فيتامين كي ايه؟ ها؟ ديبندنت فاكتور. فانت رحت مدي وارفر، عملت ايه في الفيتامين كي؟ وقفت الفيتامين كي. فكده تصنيع البروتين سي برضه يبدا ايه؟ يقل. هنا البروتين سي بقى لا، ده هو من الاول ايه؟ قليل، فانت قللته زياده فيبدا يبان الادفرس افكت، يبان في صوره مايكروثرومبايز. ودي غالبا بتظهر على الجلد بتاع العيان، تلاقي العيان كده ابتدى يحصل له ثرومبايز صغيره على الجلد بتاعه. الوارفرين من اخطر عيوب الوارفرين طبعا دراج انتراكشن. دراج انتراكشن بتاعت الوارفرين، عشان كده بقول لك من فضلك لو هتدي عيان وارفرين مفيش حاجه اسمها ياخد دواء من غير ما يقول لك. مفيش حاجه اسمها يتكتب له مش عارف يروح جاله ايه فراح لمين. لو انت اللي مسؤول عن كتابه، انت اللي كاتب له وارفرين، هتنبه عليه كده. لو رحت لاي دكتور تاني كتب لك اي علاج، رحت لاي صيدلي وراح مديك علاج، من فضلك ما تاخدش دواء الا لما تقول لي. اللي بقوله ده ما فيهوش هزار، احنا بنشوف بلاوي من الورفرين. فمن فضلك حضرتك كتبت ورفرين لازم تبقى واعي قوي للمريض بتاعك، والا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل من الورفرين. بصوا الدراج انتر اكشن بتاعه. لو تخيلنا على الجي اي تي بس، الجي اي تي هيبقى عندي فيه حاجتين ممكن يحصلوا. انت بتدي العيان ده وارفرين بيمتص من الجي اي تي، بس كمان الجي اي تي فيها سورس مهم قوي. الفلورا اللي في الجي اي تي هي اللي بتكون ايه؟ فيتامين كي. انا عندي فلورا ودي مسؤوله عن تكوين الفيتامين كي. يا جماعه من الحاجات اللي هي مالهاش دليل ريكويرمنت، انه بيتصنع فين؟ بيتصنع في جسمنا. فانت عندك هنا حاجتين. والله لو انت قللت الفيتامين كي، ها هو الفيتامين كي ده لسه من شويه قايلين ده هو الايه؟ ده الانتيدوت اللي اديتوه لما حصل توكسيستي من الوارفرين، صح؟ يعني كده لو انا قللت الفيتامين كي هقول للوارفرين ايه؟ ها؟ اشتغل، خد راحتك، مفيش حد يقدر يوقفك عن حدك. الفيتامين كي لو قل تتوقع يحصل ايه في الاي ان ار؟ يزيد. يبقى هنا خد بالك، لو الاي ان ار زاد مش مشكله، ممكن حاجه فيتامين كي. نبدا نبص بقى فيتامين كي ايه ازاي؟ هفكرك تاني. فلورا، ها؟ ايوه انتي بايوتك اهي، انتي بايوتك. يعني العيان بتاعك حضرتك انت كاتب له ورفرين وجاله دور برد، راح مكلم الصيدليه وراح مديله انتي بايوتك وخده من غير ما يقول لك. على فكره لو نزف منه انت اللي ممكن تلبس القضيه، يعني ما فيهاش هزار بجد. الورفرين ده كده. طيب ده في حاجه تاني. ايه عايز ايه؟ ايه بقى هتلبس ايه؟ هو كده انا مالي كده هو معلش يبقى دي انت اللي مدياله، انت تنبهي عليه. لازم الورفرين صدقيني مش دواء خطير جدا، يعني هو عشان كده النهارده عارفه ان المؤثر اللي ليه لحد دلوقتي ايه؟ ان هو سعره رخيص. وقال لهم مين بيتكلم في الحاجات التانيه، لكن هو طبعا لا، في مشاكل كتيره في الورفرين في الدراج انتراكشن بتاعه. ايه تاني؟ بلاش عيان ها عنده امساك وراح الصيدليه فقال له بص
بقى انا جربت البيكولاكس وجربت اللاكتيرون مش حاجه نافعه معايا. فالصيدلي حب يخدمه يكرمه بقى, قال له هديك حاجه بقى تجيب معاك من الاخر. راح مديله زيت بارافين اويل بس. عمل ايه بقى؟ مفيش ابزورب. بارف ده زيت بارافين اويل. هو ملين بس خد العيان بارافين اويل ودخل مني فيه بليدنج من الورفه. عشان الدكتوره ما تزعلش, مين اللي هيشربها؟ ها انت ماشي اوضحها عشان ما تزعلش. طيب حاجه ثانيه, العيان اللي ممكن بياخد وارفرين ده بيبقى من الادويه المشهوره قوي, ساعات بنستعملها طبعا وهناخدها في اخر محاضره, حاجه اسمها كوليستيرامين. بس نركز هنا ونداري شويه. الكوليستيرامين ده دواء بيستعمل في علاج الهايبركوليستيروليميا, وده الحقيقه دواء كل شغله ان هو ينزل في الجي اي تي يمسك, هو حتى بسميه بايل اسيد بايندينج ريزن, هو بيمسك في البايل اسيد ويستهلك الكوليسترول اللي فيها وخلاص. بس في تملي بريكوشن مع الكوليستيرامين. الكوليستيرامين تملي لو هتكتمه العيان لازم تقول له حاجه مهمه من فضلك, ما تاخدش الكوليستيرامين مع اي دواء في وقت واحد. ليه؟ بيمنع امتصاص الالبان. فهو لازم تفصل بين الكوليستيرامين واي دواء تاني بتاخده. فانت لو هتدي كوليستيرامين مع وارفرين ممكن يمنع امتصاص الوارفرين. وهنا بقى يحصل ايه في الايفكت بتاع الوارفرين؟ هتشوف الاي ان ار تبقى شكلها ايه؟ تقل الاي ان ار. لان التاثير بتاع الوارفرين هي ايه؟ هيقل. بس هنا خد بالك من حاجه ثانيه بقى. الكوليسترامين دي والشيخ. زي ما الكوليسترامين هيمنع امتصاص الوارفرين برضو ممكن يمنع امتصاص فيتامين كي. طب انت بقى لو انت هتدي قررت تدي كوليسترامين مع وارفرين هتعمل ايه؟ خليك في السيف سايد وايه؟ افصل بين الكوليسترامين والوارفرين. ما تاخدوش مع بعض. تدي ده مثلا بالليل تدي ده الصبح. وبعدين ما انتش ضامن برضه, ما هو ممكن ياثر على فيتامين كي, يعني ممكن يجي هنا ممكن احطه هنا وممكن احطه هنا ما اعرفش. هتعمل ايه حضرتك؟ بمنتهى البساطه هتفل بس تتابع المريض بتاعك كويس. لكن الكوليسترامين ما اعرفش لو اثر, لو قلل امتصاص الوارفرين هيقل تاثيره. لو قلل الفيتامين كي ابزوربشن لا ممكن الوارفرين يشتغل اكتر. هنا يعني ما انتش عارف ايه اللي ممكن يحصل. في السيف سايد بتعمل ايه؟ افصل وتفولو الاي ان ار. اما نيجي للوارفرين في البلد دكتور, عايز اشوف انهم خايفين اكتر من الري ابزوربشن يكون قليل بالنسبه للفيتامين كي كومبيرد للوارفرين, عشان هو اصلا وارفرين البايبلبيلتي بتاعته 100%. فانا مش متخيله ازاي دروج يقدر يقلل حاجه باي ابيليتي 100%, يعني مش هياثر على اصلا وارفرين, ممكن ياثر على الفيتامين كي بس مش وارفرين. وجهه نظر حلوه جدا بس حاجه يعني برضه انا مش عارف يعني انا مش التفكير بس اللي انت بس اللي يعني لا انا برضه ممكن اكون حرقناك. بص الوارفرين من الادويه اللي الثيرابيوتيك اندكس بتاعها ايه؟ قليل. انت حضرتك شايفه ان الابزورشن بتاعه 100% صح؟ طب انا لو قلت لك انا قللت بس من الوارفرين ده 5% هيفرق معاكي؟ هيفرق صح ولا لا؟ فانا ما اقدرش اتوقع يعني هو الوارفرين ابزورب 100% بس لو قلل لي 5% بس ممكن ده يفرق معانا. العيان ده يعني بنتكلم المره اللي جايه على انت بتدي وارفرين عايزه ايه منه, دي قضيه ثانيه لسه هقولها لكم المحاضره اللي جايه. وصلت؟ يعني ما تستهونيش ب 5% بس يقلوا, ما تستهونيش بوارفرين. انا مش بتكلم عن اي دواء, بتكلم على الدواء الاندكس بتاعه قد كده
ولاما العيان انت بتحمي العيان من جلطه لاما بتدخليه في نزيف بتلعبي على حبل صغير فهن محتاج الدوز تبقى ايه متظبطه. ده انا هقول لك حاجه بقى ظريفه، انت وانت بتدي ورفه تاكلي العيان جرجير وخص وحاجات دي ولا لا؟ لا. مش هيقلل دخل دايريه ما هو ده الخص. لا يا جماعه الخص والجرجير فيه ايه؟ ايوه في فيتامين كي صح؟ تدي ولا ما تديش؟ انت هتخافي تدي صح؟ انا بقول لك لا ادي. خدي بالك هنا من نقطه مهمه قوي. خدي بالك ده انسان مريض بني ادم وهو افرضي ان متعته في الحياه انه ياكل سلطه. انا ما بهزرش يعني زي ما انت زي ما في ناس متعتها في الحياه تاكل بطاطس محمر متعه، في ناس متعتها في الحياه انها تشرب مش عارف ده متعه يعني. وهو متعته في الحياه بعدين راجل ما غلطش دي سلطه يعني عارفه لو حاجه يعني مش كويسه هنقول لا معلش انت كده بتاذي نفسك لكن انت هتمنعيه كمان من السلطه. انا شخصيا هقول لك دي المدرسه الجديده برضو في الورفه اللي انا بفضلها. خلي العيان ياكل اللي هو عايزه بس يثبت اكله. واخد بالك؟ وانت عندك مين تشتغلي بيه؟ الايضاح. يعني ما تجيش على العيان بتاعك بطريقه ان هو يكره الدنيا في نفسه ويكره نفسه. يعني انت بتوازني بين مريض هيمشي فتره طويله على الماليفان او الوارفر فلازم تبقي ايه؟ نيوترال مع المريض بتاعك. تبقيش اجريسيف معاه. وصلت؟ طيب هنيجي هنا هو هايلي باوند تو بلازما بروتين. واحنا كنا خدنا زمان ان مش اي دواء ديسبليست يعمل لي ادفرس افكت. ده لازم يبقى ليه شرطين هايلي باوند ولو ثيرابيوتيك اندكس ومفيش اكتر من الوارفن في الصفتين دول. عشان كده ممكن يعمل له ديسبليسمنت. اشهر حاجه تعمل ديسبليسمنت هو اسبرين. ده الاسبرين لسه ده هو اصلا الاسبرين انتي بليتلت مش انتي كواجولانت. هو اصلا بيعمل سيوله في الدم وبالتالي الاسبرين مع وارفرين ممكن يزود النزيف ازاي؟ طريقتين. ايه هما؟ ديسبليسمنت وانتي بليتلت افكت. اسالكوا سؤال مش هجاوبه النهارده هنفكر فيه المره اللي جايه. يعني معنى كده ما تديش اسبرين مع وارفرين؟ ممكن. طبعا طبعا ما قلت تفكر فيه هتقول لي ممكن وهتعمل لي ممكن طبعا انا بقى هطلع يعني كويس مش هقول لك امتى اللي انت بتقوله ده حسن عشان برضه يعني خلي الجو حلو. طيب خلينا نتكلم المرة اللي جاية هنتكلم ايه تاني؟ غير كده في عندي الكلوتينج فاكتور بقى. الكلوتينج فاكتور في حاجات بتقلل الكلوتينج فاكتور. انابوليك ستيرويد مش بتوع الجيم. انابوليك ستيرويد ده بيقلل الكلوتينج فاكتور. عارفين مين اللي بيزود الكلوتينج فاكتور؟ ها؟ ده انابوليك ستيرويد ده اندروجين. مين اللي هيزود الكلوتينج فاكتور؟ استروجين اللي موجود فين؟ في الكونتراسبتيفز. كونتراسبتيف من الحاجات اللي بتزود الكلوتينج فاكتور. يبقى انا عندي هنا انابوليك ستيرويد. عندي هنا اللي هم الاورال كونتراسبتيف ممكن تزود للكلوتينج فاكتور وتعمل لي تقلل الاي ان ار اف. فيري سيمبل بقى هو ميتابولايزد فين؟ في الليفر. ها؟ انزيم ايه بقى وانزيم ايه؟ انديوسر وانهبيتور. اهم انهبيتور عايزكم تعرفوه اللي مكتوب عندنا دواء اسمه اميدارون. اشمعنى الاميدارون؟ الاميدارون هنعرفه كانتي اريزميك. هو فيري كومن في واحد عنده اي اف اتريال فيبريليشن انه ياخد انتي اريزميك وورف عشان امنع تكوين جلطه. وفعلا الاميدارون يعني لو ما عرفتوش اي نظام انهبيتور اللي انتوا عارفينهم من زمان بس من فضلك
خد بالك من الاميدارون. الاميدارون مع وارفرين ده انت كده برضو ممكن تدخل عيان في مصيبة تقيلة. مين بقى الناحية التانية الانزيم ايه؟ انزيم انديوسر. لو انت بتدي انزيم انديوسر ممكن طبعا يزود لي الميتابوليزم بتاعه ويقلل الافكت بتاع الوارفرين. خد بالك بقى ان برضو في بعض الانتي بيوتيك لما نيجي ناخدها مش مهم اسمها دلوقتي خليها بعدين، بس بعض الممبر من السيفالوسبورين بتاثر على الفيتامين كي. في حاجه بقى بنشوفها كتير قوي في الوارفرين، في حاجه اسمها وارفرين ريزيستنس. في عيان تي بي متوسط الناس في الوارفرين بيمشي على مينتنس دوز ممكن تبقى حوالي 3 4 5 ده يعني يبقى عالي قوي. في عيان يجي لك تديله 15 و20 و25 ومفيش اي ريسبونس، شوف الاي ان ار تي زي ما هو واحد، ده اسمه ريزيستنس، ده جينيتك مش عارفين ايه السبب. فيعني حتى وانت بتدي وارفرين خد بالك ان هو ممكن في الاخر خالص ما يديكش اي افكت مع العيان ده. طيب يبقى كده هاكسمرايز الوارفرين. الوارفرين الحاجات النقط المهمه بيشتغل ان فيفو ولا ان فيترو؟ لازم ان فيفو، نفرض انه اشتغل ان فيترو. الانسيت بتاعته ها؟ ليه؟ بيشتغل على الليفر ولا على البلد؟ بيشتغل على الليفر، يمنع تكوين اللي هو اكتيفيشن اوف فيتامين كي. المونيتور بتاعه بحاجه اسمها اي ان ار او اللي هو البي تي، ده التيست اللي بتظبط بيها الجرعه بتاعتك. الوارفرين بيتاخد في واحده حامل نفر. النقط الخطيره قوي اللي احنا بناخدها في الوارفرين. وانت كاتب الوارفرين خد بالك بقى اي دراج انتر اكشن يحصل مع الوارفرين. لان دراج انتر اكشن ممكن يدخلك في سكتين، لما العيان بتاعك ده ينزف لاما العيان بتاعك بيخش فيه جلطة. من الحاجات المهمه قوي خد بالك طبعا من الانتي بايوتيك، خد بالك من الاسبرين، خد بالك من الانزيم انهبيتور وخصوصا الدواء اللي اسمه اميدارون. ما تنسوهوش لان تملي ايه الاثنين عارفين كده زي نوزيا وهوميدا، اميدارون وورفرين مع بعض. ده كده من الحاجات اللي هتشوفوهم كتير قوي في العيانين ماشيين مع بعض. اخر حاجه هقولها في الانتي كوراجيان هو كلمتين صغيرين بقى عن باقي الاورال. في عندي حاجه اسمها اللي هو ريفا روكسابان. وفي حاجه اسمها دابي جاتران. اول فرق بينهم ميكانيزم. ليفر روكسابان كانت بتشتغل على ايه في الرسمه الاولانيه دي؟ فاكتور 10 ولا ثرومبين؟ 10. ليفر روكسابان كان بيشتغل على فاكتور 10 ايه؟ الدابي جاتران كان بيشتغل على الثرومبين. ايه الفرق بينهم وبين الوارفه؟ انصت ها؟ دول اول ما تديهم يشتغلوا عبال ما يمتصوا بس. يعني في ظرف نص ساعة يبقى ده هنا رابيد اونست. الاثنين بيشتغلوا في ظرف نص ساعة. الديوريشن الاثنين افريج 24 ساعة، مش مهم يعني ان في فرق الدابي جاتران بيشتغل 36، ده في فرق بينه وبين الوارفرين ولا لا؟ الوارفرين لو وقفته النهاردة ها؟ لا لسه دلوقتي مفعوله يبطل ولا لا؟ ليه بقى؟ نفس ها هتقعد ترجع تكون تاني من الاول وجديد والتكوين ده بياخد وقت. لكن الادويه دي لا انت بتديها تشتغل على طول توقفها تاني يوم يكون مفعولها راح. بس هي بتشتغل 24 ساعه يوم يوم وشويه بالكتير قوي اكتر من كده ما تشتغلش. الوارفرين كان ليه انتيدوت.
دول ما لهمش انتي دوت. طبعا الدابيجاتران مش هتحفظوا اسمه، اسمه تقيل كده شويه، بس هو لسه نازل من فتره كده مونوكلونال انتي بوديز نزل للدابيجاتران كانتي دوت. مش عايز اسمه ما تعرفوش، تقيل قوي وما مش لازمه، وبعدين مش متوفر. اهم نقطه فيهم بقى، خد بالك في المريض اللي عنده رينال لازم تعمل الدوز ادجستمنت للاثنين دول، لازم تعمل دوز ادجستمنت. لدرجه حتى ان في ناس بتقول ايه، اول ما الكرياتينين كليرنس يقل عن 20 او 15 ما تديش الادويه دي. لو الكرياتينين كليرنس بتاع العيان وزن مثلا 30 40 ادي، بس تدي بدوز ايه؟ ها؟ تظبط الجرعه بتاعتك. دي اهم نقطه في الاثنين دول، دابيجاتران والريفاروكسابان. ريفاروكسابان ودابيجاتران. ده فاكتور 10 ده سرونج. الاثنين بيشتغلوا بسرعه ويخلصوا بسرعه. الاثنين خد بالك في رينال امبيرمنت لو كرياتينين كليرنس قل قوي بقى 15 ما تديش حاجه منهم. ليهم انتي دوت؟ ما لهمش انتي دوت. الدابيجاتران اعرف بس ان ليه انتي دوت، مش مهم اسمه ايه. لو عرفت لي بس ان هو مات مونوكلونال انتي بوديز ماشي، اكتر من كده مش مهم يعني، مش متوفر ومش لازم قوي انك انتوا تعرفوا. فاضل بقى في نقطتين كده بس مهمين هنا، في هما الاثنين اورا طبعا. خد بالك ريفاروكسابان يزيد الابزوربشن ويز فود. يعني ايه الكلام؟ يعني وانت بتكتب ريفاروكسابان ها قول للعيان من فضلك اول ما تاخد الدواء كل، لازم تاكل معاه حاجه. طول ما في اكل البايوافيلابيلتي بتاعته بتزيد. الدابيجاتران ده برو دراج ومحتاج اتش سي ال علشان يمتص. ده معناه ايه؟ ده لازم اوعى تدي معاه حاجه تقلل اتش سي ال. من الادويه اللي بتقلل اتش سي ال هنعرفها في الجي اي تي اللي هو البروتون بامب انهبيتور. دي الادويه اللي هي بتقلل الاتش سي ال. طب في البريجنسي ما نعرفش، ولحد دلوقتي عشان كده لحد دلوقتي بقول لكم ايه؟ لما تبقى واحده حامل ها؟ وارفرين لا، دول لسه هم قالوا فتره في السوق مش عارفين، يعني مش عارفين ينفعوا ولا ما ينفعوش، فيهم مشاكل ولا. يبقى اهم حاجه فيهم الريفا 10 الدابيجاتران ثرومبين، اشتغلوا بسرعه يخلصوا بسرعه. خد بالك العيان اللي عنده رينال امبيرمنت وانت بتدي ريفا خلي العيان بتاعك ياكل عشان يحسن البايو افيلابيلتي بتاعته، وانت بتدي دابيجاتران خد بالك اوعى تدي حاجه تقلل الاتش سي ال علشان الاتش سي ال مهم للاكتيفيشن والابزوربشن بتاعه. فلو اديت حاجه تقلل الاتش سي ال كده البايو افيلابيلتي بتاعته هتقل. ليهم انتي دوت؟ مالهمش. دابيجاتران ليه انتي دوت وبس، مش مهم اسمه ايه. لو عرفت لي تبقى عارف ان هو ايه، مونو كلونال انتي بوديز في نزل وبقى ابروف من اف دي اي، ولكن يعني مش مهم اسمه ايه. تديهم في البريجنسي ما عنديش داتا تقول لي ان هم ممكن يستعملوا في البريجنسي. في اي سؤال؟